طبعا انا اليوم لابس لباس التراث الشعبي، لباس ابائنا واجدادنا للتعبير عن تمسكنا بعاداتنا وتقاليدنا العربيه الاصيله. طبعا احنا اليوم عرس، اقمنا عرس شعبي من اجل التمسك بالتراث القديم، وجئنا طبعا على بيت اجدادنا اللي هجروا من هون بقوه السلاح، وطبعا المستوطنين اقاموا المستوطنات هون، فاحنا بناكد ان هذا ارضنا باقامه هذه الحفلات ان شاء الله هنا. الأعراس الشعبية أول شيء طبعاً بيجيبوا العريس عنا، بحمموه، بيجيبوا الحلاق بحلق له، وبيجيبوا طبعاً في عنا الحصان العريس بنركبه على الحصان وبنزفه من البيت للساحة طبعاً، والشباب بيلبسوا اللباس الشعبي، والنساء طبعاً في لها لباس خاص فيها بتكون بإحياء الغناء بجانب الرجال طبعاً. وهذه الافراح لنا يعني افراح بسيطه بس يعني تعبر عن تمسكنا بتراثنا القديم ان شاء الله. طبعا هذا فخر لنا ان نشارك احبابنا المنصور واهلنا اهل دير السه الغنمين، وبالذات في هاي المنطقه السياحيه والاثريه اللي هي ينابيع فلسطين اللي تنبع منها كرامه الشعب الفلسطيني وينبت منها تاريخ الشعب الفلسطيني. منطقه واد قانا منطقه مهدده بالتهويل والاستيطان، وكما تشاهد على رؤوس الجبال شرقا وغربا وشمالا جنوبا هناك مستوطنات التي تعني رؤوس الجبال وسفوح الجبال. هذه المنطقة يتعامل معها الاحتلال كمحمية طبيعية، وتحت هذا المسمى يجري المضايقة أصحاب الأراضي والمزارعين من قبل سلطات الاحتلال والمستوطنين من أجل هجر هذه الأرض تمهيدا لتفريغها من أصحابها والاستيلاء عليها. تحت هذا العنوان أو تحت هذا التحدي نقوم نحن أهالي ديرستي أصحاب الأراضي الزراعية ولجنة المزارعين في واد قانا وبلدي وعلى رأسها بلدية دير استيا وأهل البلدي بشكل عام بعمل فعاليات لمواجهة هذا التحدي الاستيطاني الخطير. هاي زيارتي الأولى لوادي قانا، وأول كمان زيارة أو أول مرة بشوف عرس فلسطيني على الطريقة التقليدية، وهي تجربة كبيرة بالنسبة لي لأنه من خلال هذا العرس بتعرف على تقاليد فلسطينية بقيت لفترات من الزمن حافظ عليها ولم يستطع الظرف السياسي أن يهد أو أن يغير شيء فيها. عيني امرأة للموقع يا ضاع النوم وادي كان صار زين بوطن.